هناك فرقا بين البغض الديني، إن هناك فرق إن هناك فرقا بين الحب الديني والحب الطبعي. فأنا أبغض أبي الكافر لأنه كافر، لكن أحبه لأنه أبي، أحبه محبة طبيعية. ومثل ذلك يقال في الزوجة الكافرة. فإن قيل كيف يجمع بين المتناقضات؟ يقال كلا، ليس الأمران متناقضين، بل يحب من جهة ويبغض من جهة، وذلك كالدواء الكريه، تبغضه من جهة كونه كريها وتحبه من جهة كونه دواء نافعا. فالحب من جهة والبغض من جهة.